صباح الخير عليكم، كنتمنى انكم تكونوا كاملين بخير وعلى خير وفي صحه جيده. وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو، الوغ هذا هو الاسبوع الاخير اللي غادي نودعوا فيه فصل الصيف. الصراحه داز بسرعه البرد، ما حسيناش به رغم الظروف اللي كتمر بها بلادنا بسبب جائحه كورونا. وعلى داكشي قلت مع راسي لازم نختموا هذا الفصل هذا برحله استكشافيه جديده، واختاريت هذه المره الوجهه لميامي المغرب، واللي بزاف ديال الناس كيطلقوا عليها لقب هاواي المغرب، واللي هي مدينه الشبهه. هذه المدينه اللي سمعت عليها بزاف ديال الحويجات زوينين، لدرجه ولا عندي فضول انني نكتشفها وانني نزورها ونبارطاجي معكم جماليه هذه المنطقه الساحره. لكن قبل ما نبداو الفيديو ديالنا، اللي مازال ما اشتركش معايا في القناه يدخل يشترك، يضغط على زر الاشتراك، يفعل جرس التنبيهات باش كون مصاملين ننزل اي جديد تكونوا نتوما اول واحدين كتوصلوا به. اضافه الى ذلك، الى عجبتكم لا فيديو ما تنساوش تضغطوا على زر لايك وتبارطاجيوها مع كاع الاصدقاء ديالكم. اذا بلا ما نطول عليكم، اي سي بارتي. بعد ما جا لو ترونسبور ديال جمعيه المشعل للرياضه والسياحه الجبليه، شدينا الطريق ديالنا مع 7:30 ديال الصباح. الطريق سهله بزاف رغم ان كانوا فيها فراجات كثيره، لكن بحكم انني مولفه او مستنسه كنسافر بزاف، فجاتني الطريق عاديه وسهله جدا. بعد ساعه ونصف ديال الطريق جلسنا في واحد القهوه شعبيه، صراحه ما بقيتش عاقله على الاسم ديالها، فعذروني على هذه النقطه باش نفطروا ومنها نتعرفوا على المجموعه اللي غادي ترافقني طوال هذه الرحله. بكل صراحه ما قديت نطلب حتى شي حاجه، حيت نط في الصباح بكري تقريبا مع 4:30 ديال الصباح، فطرت مزيان، لكن رغم ذلك قلت ما فيها باس انني نطلب واحد الكويز ديال اتاي مشحر بلا سكر باش كومسا ما نخرجش على الجماعه. اخيرا وصلنا لهاد المدينه الساحره المعروفه بمناظرها البانوراميه بعد ما قطعنا 2:30 ديال الطريق. كيف ما كتعرفوا جميع، مدينه الشبهه كتواجد بسلسله جبال الريف في الجزء الشمالي من المغرب، على بعد ما يقارب 120 كيلومتر جنوب شرق مدينه الحمامه البيضاء تطوان، وعلى ساحل البحر الابيض المتوسط. تعرفت مدينه الشبهه باسماء اخرى عبر التاريخ، ففي العصور الرومانيه كانت معروفه باسم كاربوكلا وباللغه الفرنسيه كوربوكلا، اما في فتره الاستعمار الاسباني فكانت معروفه باسم ميناء غاباس او بويرتو كاباس. مدينه شبهه معروفه بشواطئها الواعره بزاف وبيئتها النظيفه وهدوءها الخيالي واللي ماشي طبيعي، اللي كيخليك تخوي بزز منك كاع لو ستريس ديال الاسبوع، وكتعتبر وجهه سياحيه بامتياز اللي كتنافس معاقل السياحه بشمال المملكه. هاد الاثناء غادي ناخذ الفلوكه باش نقدروا نوصلوا ونشوفوا ونكتشفوا جميع اروع شواطئ مدينه الشبهه. غادي نبداو اول حاجه بزياره مغاره عبد الكريم الخطابي، وغادي نحاولوا اننا نصوروها من الداخل ديالها، وغادي تشوفوا الروعه وجماليه هذه المغاره. من بعد غادي نشوفوا شاطئ مونيكا واحد، شاطئ مونيكا جوج، شاطئ الخواط، ونهايه بشاطئ مصدى.
غولي زامي الوغ حبايبي، بعد ما قضينا تقريبا ساعتين ونص ديال السباحه في شاطئ الحواض قررنا باش اننا نخلفوا شويه. درنا تقريبا نص ساعه في الطريق باش وصلنا لشاطئ مصدى. حاولت انني نصور لكم هذا المنظر الرائع من الفوق، صراحه انا شخصيا انبهرت به وقلت فعلا المغرب فيه ما يتشاف. بعد ما استمتعنا بجمالية هذه المنطقة رجعت مورانا الفلوكة باش تردنا النقطة ديال الانطلاقة. نزلنا وتوجهنا مباشرة لمطعم شعبي اللي مشهور ومعروف في مدينة شبهة بالكرم ديال الناس ديالو بماكلته البنينة ونقية. طلبنا شوية ديال السردين، البيصارة، الشلاضة والزيتون، وفي آخر المطاف طلبنا كويس ديال أتاي باش كومسا نهضمو كاع داكشي اللي كلينا. قبل ما نختم هذا الفيديو كنبغي نشكر كل فرد وكل عضو من عائلة جمعية المشعل على هذه الرحلة اللي دازت في أروع الظروف، اللي من خلالها اكتشفنا فيها دواتنا من الدرجة الأولى وتعرفنا فيها على ناس جداد والصحبة الخيرة من الدرجة الثانية، ومن الدرجة الثالثة اكتشفنا منطقة اللي كتعتبر من أروع المناطق سحر وجمالية، اللي كنصح كل واحد فيكم أنه يزورها ويكتشفها مكان في مكان حيث صراحة فيها ما يتشاف. أما بالنسبة للناس اللي غادي تسقسيني على ثمن الرحلة فهو 200 درهم، كان داخل فيها الفطور والغداء والفلوكة إضافة إلى لو ترونسبور اللي كيديكم حتى المدينة جبهة. غادي نخلي لكم جميع المعلومات والارقام باش كومسا تواصلوا مع اعضاء ديال الجمعيه، وغادي يمدوكم بجل المعلومات سواء بخصوص هذه الرحله او بالرحلات اللي غادي نضموها في الفترات القادمه. نتلقاكم باذن الله تعالى في فيديو قادم. تهلاو ليا فروسكم، بسلام عليكم.